الله أكبر. بدأ معركة الحسم في مدينة حلب. أم المعارك حلب، أرادها المعارضون المسلحون معركة حياة أو موت فيما يحاول الجيش النظامي بسط سيطرته. حدة الاشتباكات تراجعت بعدما حقق المقاتلون المعارضون تقدما على جبهات عدة من دون تحقيق اختراق مهم لتتركز في شرق المدينة وفق المرصد السوري. عشرات القتلى من الطرفين سقطوا إثر تنفيذ آلاف المقاتلين المعارضين هجوما منسقا غير مسبوق على عدة جبهات بهدف دفع القوات النظامية إلى التراجع. رد نظام لم يقتصر على حلب، فالقوات النظامية اقتحمت أحياء برزة وجوبر والقابون التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في دمشق في هجوم تخللته اعتقالات وتدمير منازل وفق المرصد السوري وناشطين. كما أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية عن حملة أمنية وعسكرية كبيرة في دمشق. القذائف السورية طاولت الأراضي التركية حيث سقطت قذيفة هاون وتسببت بأضرار مادية. في هذه الأجواء الحربية القاسية والمعارك المصيرية، شهدت مناطق في سوريا تظاهرات في جمعة توحيد كتائب الجيش السوري الحر، لا سيما في حلب وريف دمشق وحما وإدلب والحسكة ودرعا. في السياسة، انتقد رئيس الحكومة التركية رجب الطيب أردوغان إيران والصين وروسيا بسبب دعمها النظام السوري في القتل، كما قال مشيرا إلى أن أيام الرئيس بشار الأسد معدودة. الملف السوري يتصدر أجندات اللقاءات الدولية، وأعطى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف موافقته على تمديد مهمة محققيه في سوريا منددا بتزايد المجازر في هذا البلد. وفي نيويورك اجتمع كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي والمبعوث الدولي لسوريا الأخضر الإبراهيمي، وأعربوا عن خشيتهم من تحول سوريا إلى ساحة معركة إقليمية. وفي شأن التدخل العسكري في سوريا، أكد وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا أن تدخلاً أمريكياً أحادياً سيكون خطأً فادحاً، مشيراً إلى أن سوريا نقلت أسلحة كيميائية إلى مواقع آمنة.